العثور على مقبرة أيائل بفضل أطواق نظام تحديد المواقع. عثر مسؤول شركة إيداهو فيش أند جيم مؤخراً على مشهد مروع فيما اسمه ساحة عظام الأيائل في قاعدة جبل كاريش في ولاية إيداهو، وشمل المشهد 15 رأساً من الأيائل وقطعاً من الفراء ولحماً ممزقاً وقروناً مشوهة وعدداً لا يحصى من العظام المكسورة، حيث توجه موظفو الحياة البرية إلى المكان عندما انطلقت إشارة وفاة من الرجل الملصق على الأيائل، وعند الوصول إلى المنحدر قرر الفريق أنه كان انهياراً جليدياً، فوقعت كرات كبيرة من الجليد ذبحت القطيع أثناء محاولته التسلق فوق الجبل. وقد قال مارك شابرد كبير الفنيين في إيداهو فيش أند جيم: البيانات التي تم إنشاؤها من أطواق نظام تحديد المواقع العالمي GPS تمنح موظفي الحياة البرية القدرة على تتبع أماكن تواجد الأيائل ذوي الأطواق وأنماط حركتهم وربما أين وكيف يموتون. وأوضح عندما يشتبه في موت حيوان ما ينتقل موظفو الشركة في ولاية إيداهو إلى آخر موقع لهم ويجمعون البيانات لتحديد سبب الوفاة. وأضاف شيبرد أن الانهيار الجليدي أدى إلى سقوط ما يقرب من 1000 قدم من الجليد على مسافة ما بين 300 و400 ياردة فقط، وقد حصرت هذه المجموعة من الأيائل تحت الأنقاض والثلوج مما أدى في النهاية إلى الموت. ويقع جبل كريك بالقرب من مكان التقاء واشنطن وأريجون مع ولاية إيداهو، وهي منطقة لإدارة الحياة البرية تبلغ مساحتها 115,000 فدان. ويقول يابرد: غالبا ما تحدث الأحداث الطبيعية مثل الانهيارات الجليدية والانزلاقات الصخرية دون أن تتم ملاحظتها، ومن غير المعروف بشكل عام كيف تؤثر هذه الأحداث على الحياة البرية، لكن هذا الحدث يقدم دليلا على أن الأحداث الطبيعية مثل هذه يمكن أن تؤثر على مجموعة الحياة البرية. ويوضح الأطواق الموضوعة على أنواع متعددة في جميع أنحاء الولاية على مدى شهور وسنوات تسمح لإدارة إيداهو فيش أند جيم في الولاية بإبلاغ الإدارة بشأن الحفاظ على الحياة البرية وحمايتها وإدامتها من أجل الاستخدام المستمر والتمتع بها من قبل الجمهور.